أنا طبعا أرحب بالسيد العوادي، ولكن أفترض طرحه هو ليس متعلقا بوظائف المحكمة الاتحادية، ربما هو يتحدث عن نزاع عشائري يعني في مضيف. يعني حينما يصور السيد العوادي المحكمة الاتحادية بهذه السطحية، بأنها محكمة حزبية تفضل النزاعات بين حزبين، كيف يحصل هذا؟ محكمة دستورية لديها آليات تتحرك بها، ما علاقتها بقبول أو رفض القوة السياسية؟ هي لديها أوراق أمامها ولديها طحون تنظر بها بشكل قضائي، هي ليست محكمة يعني عشائرية مدنية أو محكمة دينية، لا تنظر، هي عندها أوراق قدامها. الأخوة في الإطار هم الذين ارتضوا أن تكون المحكمة الاتحادية هي الفيصل، وهم يعرفون أن قراراتها قطعية كما أسلفت، وبذلك أنا أعتقد أنه يعني لا يتركون هذا. يا سيد الكريم، إحنا صار لنا منذ نهاية الانتخابات وإلى يومنا ناقشنا طعونه، قرينا كل ما طرحوا قوى الإطار، هم يطرحون ويذهبون للصدر يتفاوضون تقريبا معه. وصلنا شهرين ونص يطعنون بالانتخابات ورايح للمالك البرزاني، يطعن بالانتخابات ويريد يزيلها ومستقبل للصدر العامري. انت مذاكر على العالم شنو المعنى؟ انت راضي بنتائج الانتخابات حينما تذهب وفق قاعده تفاوضيه مع قوى اخرى، يعني ضمنيا انت موافق بنتائج الانتخابات، فلماذا تطعن بالقضايا العراقي؟ لماذا تدخل القضايا العراقي بمعركه سياسيه ليس له علاقه بها؟ شنو علاقه القضاء العراقي؟ فلم انا اعتقد انه مجلس المفاوضين كما تفضل الاستاذ الضيف كان يعني يمتلك فريق محترف من القضاة، وهو الذي احرج كل القوى السياسيه. طيب هذه النتائج، هذا ايضا اسالك، يعني اكو تحركات، جرى تعديل استاذ عدي، يعني الطعون، نحن لا نقول ان الطعون يعني ان الطعون كلها كانت يعني غير موجوده، لا، حصل تعديلات وهناك طعون من قوى فائزة وخاسرة على حد سواء أخذ بها. فلماذا يعني نسف للعملية السياسية تهديد للموضوع الأمني نقلب الدنيا؟ أنتم لو قوة دولة، لو أنتم جايين تقفزون بمظلة فوق الدولة.